يرزقهم الإيمان ويرزقهم الإسلام ويرزقهم الهدى ويرزقهم النية الطيبة ويتقبل منا ومنهم إن شاء الله الصيام والقيام ويحشرنا ويحشرهم في زمرة خير الأنام. ربنا تقبل منا إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. غفرانك ربنا وإليك المصير. الله يرحم الشهداء الأبرار، الله يحفظ الجزائر، الله يرفع لها الغبن إن شاء الله، والله يهدينا ويهدي بنا ويسر هدانا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ادخلنا في رحمتك في عبادك الصالحين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجمع لنا بين الحج والعمرة وبين العمرة والحج فإنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. غفرانك ربنا ولك مصيرنا. هذا دعوة رب العالمين. الله يفتح عليك إن شاء الله، الله يسرك ومصر الإسلام، الله يتبتك على الهدى، والله يتوفاك وهو راضي عنك، والله جر ختامك وختامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله.